منذ القرن الرابع حتى منتصف القرن العشرين كان رئيس الكنيسة القبطية في مصر هو من يعين رئيس الكنيسة الإثيوبية. العلاقة بين كنيستي البلدين تجسدت في رعاية مصرية ووفاء إثيوبي. كان الحكام في البلدين يحاولون استغلال العلاقة الدينية بين مصر وإثيوبيا. في زمن الخليفة الفاطمي المستنصر انخفض النيل وحصلت مجاعة في مصر. عرف المستنصر أن السبب سد بناه الأحباش، فأرسل بطريرك الأقباط بهدايا إلى ملك الحبشة. استقبله الملك بإكرام بالغ وسمع منه وأمر بفتح السد. وفي عام 1448 بلغ ملك الحبشة زرع يعقوب أن السلطان سيف الدين جبقمق هدم كنائس وضيق على الأقباط، فهدد بتحويل مجرى النيل إن لم يحسن السلطان معاملة الأقباط. الاستغلال السياسي لعلاقة الكنيستين كاد أن ينهي حياة البابا كيرلس الرابع سنة 1856. في عهد سعيد باشا حصل توتر سياسي أوشك أن يتحول إلى حرب بين مصر وإثيوبيا. أرسل سعيد البابا كيرلس الرابع في مهمة لتسوية الخلاف، لكن ملك الحبشة الغاضب كاد أن يعدمه لولا دبلوماسية كيرلس ونجاحه في تسوية الخلاف. في مراحل لاحقة تصاعدت مطالبة الكنيسة الإثيوبية بالاستقلال عن الكنيسة المصرية، وانتهت المفاوضات بانفصال الكنيستين في 1959. بعد الانفصال نجح البابا كيرلس السادس في ترسيخ علاقات جيدة مع الإمبراطور هيلا سيلاسي، وكان هيلا سيلاسي على رأس المدعوين لافتتاح الكاتدرائية الجديدة في 1968. لكن دور الكنيسة ضعف خاصة بعد حدوث انقلاب أطاح بسيلاسي في 1974، وحدوث خلاف بين الكنيستين استمر لعقود. اهتمت الكنيسة القبطية باسترجاع العلاقة، فزار البابا شنودة إثيوبيا في 2008 بعد زيارته الوحيدة إليها في 1973، وزار البابا توادروس إثيوبيا في 2015، واختار الأنبا بيمن منسقاً للعلاقات مع أديس أبابا، واهتم بإرسال القوافل الطبية والخدمية لإثيوبيا. في رأيك، هل سيكون للكنيستين دور في حل الخلاف حول سد النهضة؟